نعم رؤوف، ونرحب بمشاهدينا في فقرة نصيحة اليوم. حنستضيف معنا السيد نبيل الناحي اللي هو مسؤول المسابح في مسبح كيفان كلوب. موضوع اليوم سيد ناحي حيكون على الناس اللي عندهم لافوبي من الماء، سواء في الشاطئ ولا في المسبح، وحيواجهوا كاين بزاف منهم حيواجهوا هذا الخوف وهذا لافوبي، هي انه اقربائهم واصدقائهم يرموهم في الماء. الى هذا التصرف صحيح باش ينحوا لافوبي تاعهم ولا لا؟ بون، لافوبي تاع الماء يسموها لا تالاسوفوبي، تكون كاش واحد اللي يخاف من جميع سيرفاس تاع الماء كبيره، كسوسوا بحر ولا بيسين ولا لاك، ولا يكون عنده خوف منها، يسموها لا تالاسوفوبي. هي تجي اون جينيرال ان شوك من الماء، دوك سوا سياو يغرقوه ولا صرا شافكه تاع غريق ولا هو سلك من غريق، ولا من تماك اللي تجيه لا تالاسوفوبي. دونك سورتو مع الصغار بيناتهم فو ايفيتي واحد يغرق واحد ولا، بيسك منها تنجم تحكموا هذه لا تالاسوفوبي. وكيفاش نقدروا نتخلصوا، كيفاش الناس يقدروا يتخلصوا من هذه لافوبي اللي عندهم؟ هي صادمون دو كوراج، تما لازم الواحد من نفسه هو اللي يحارب هذا الخوف ديالو ويصدم للماء بالعقل. سينو باش يبقى هكذاك يبقى خايف طول حياته، الا ما سياش يقاوم للخوف هذاك. شكرا جزيلا لك.